عام 1417 كنت بالحرم، وكل يوم الصحن ما بها أحد، يعني المطاف ما في أحد، قليل الحضور. السنة اللي حوطوا الكعبة غطوا وكان فيها عملية ترميم. السلام. كنت كل يوم كاشخ ولابس، يعني بالصدفة الضحى جاء ضابط رتبته عالية، وجاء معه مسؤول، أنا والله لا أعرف المسؤول ولا أعرف الضابط، ومعه ثلاثة شباب واضح أنهم أبناءه ورسميين يعني. وقفوا عند باب الكعبة، افتحوا الحاجز وحطوا الخشبة يبونهم يدخلون. كان الحضور ضعيف جدا، ما فيه أحد، يعني محدودين اللي بان. فأنا الحقيقة أمنية حياتي أني أدخل الكعبة، أمنية يعني. يعني شاورت نفسي واتخذت القرار التالي، أبصف مع هالشباب، أمشت ولا الحمد لله ما نال العافية. وهو هذا رجل كبير رسمي تكزه، فوقف الضابط وبدأ مشى الرجل الكبير ويمشون وراه الأبناء. أنا لحمت بآخر واحد، بيني وبين مسافة يعني يمكن الشكل شوي يختلف، فيمشي ويعرف فلان فلان فلان. يوم وصلا الضابط تردد شوي، قال أنت تبع؟ قلت إيه هذا أبوي. هذا ولد عند الكعبة. أي قال الضابط، قلت أبوي يعني قدر أنا بدخل بدون تعليق. قلت هذا أبوي، يعني أقصد قدر إن شاء الله وتكريم له عند الكعبة وكذا. أي نعم. ضحك الضابط قال لي وقرب. قلت سم. قال إذا بغيت تمشيها علي لا تقول أبوي، قل أبويا، لأنه هذا حجاج وأنت قصير ما تجي. أي والله مكسوف ما تجي. عسى ادخل. يلا. أي والله دخل. ما شاء الله. أي والله. فدخلنا بالكعبة الحمد لله وسلمنا، وحبيت رأس الرجل ذا، قلت ترى أنا تبعك إن شاء الله لما نطلع إن شاء الله. وعرف السالفة وصار. أي والله ما تمشي عليه. أي والله. هذا. قل أبويا. أقول أبوي. ما هو أبوي، سوي لي فيها ذكي. لكن دخلت في النهاية. أي والله دخلت. أي والله. ما شاء الله. أحيانا فعل الأسباب بأدب ترى جميل يعني. ما عندك. ولا في ضرر.